أنا بس يعني حابة أحكي لكم قصة صغيرة اللي هو قصة طفلة. هذه الطفلة لما تولدت، طبعاً قبل ما تتولد الأم والأب كانوا يعني جداً متحمسين، أول طفل يجيهم، جاهم الطفل بكل فرحة بكل سرور. بعدين مر 3 أشهر 4 أشهر، مر 9 شهور. لما وصلوا 9 شهور طبعاً توقعاتهم أنه أنا الحين بنتي بتبدأ تمشي، بس هذا شيء ما حصل. فمن هني يعني من هني أنا أعتقد أن أنا أشوف قصتي بدت، التحدي مع الحياة بدت. والدي طبعاً بدأ يعني يبدأ من مستشفى إلى مستشفى، والدتي أيضاً من مستشفى إلى مستشفى، لدرجة أن ناس نصحوهم وديهم وديها عند معلمين عين وحسد وهالسوالف، تعرفي في كان في يعني في 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 هذاك الوقت كان كثير موجود. بس والدي أصر لا، أنا يعني بوديها المستشفى. طبعاً بدت رحلة العلاج. طبعاً خلاص يعني قالوا لهم أن هذه البنت راح تكون عندها إعاقة دائمة. الشيء اللي يعني أتذكره لما والدي يحكي هاي الموضوع، هاي القصة، يحكي لي إياها بإيجابية أبداً. يعني يوم من الأيام ما حسيت إنه يحكي لي إياها هو حزين. يعني يمكن والدتي شوية كذا تتأثر كانت، بس والدي كان دائماً إيجابي، دائماً كان يعني يعطيني الطاقة الإيجابية. على العموم خلاص يعني اقتنعوا إن بنتنا كذا، فبدأوا المرحلة الثانية إن لازم بنتنا تتعلم. فبدينا موضوع التعلم. طبعا انا كنت وقتها في يعني ما كنا في عمان، والدي كان يشتغل في الامارات، فراح يسجلني في المدرسه. اول شيء قالوا له ان لا، هذه بنتكم عندها اعاقه، لازم تروح مدرسه خاصه مع المعاقين. طبعا والدي اصر لا، انا بنتي ما فيها شيء، صح ان مشيتها مختلفه لكن تقدر تتعلم. فاصر بعد اصراره. طبعا يعني الحمد لله قبلوني في مدرسه، يعني مش مدرسه خاصه، مدرسه كل الاطفال يتعلموا فيها. وبعد كم سنه طبعا رجعنا، وايضا كملت دراستي. وكان احد امنياتي اني اكون طبيبه، يعني هذه كانت واجد عندي امنيه، وكان والدي كثير يشجعني على هذا الموضوع. لكن يعني فتره الدراسه الاخيره صار عندي مشاكل صحيه، وطبعا دخلت في موضوع عمليات وكذا، فما توفقت إني أدخل كلية الطب. فالشيء اللي أقرب منه كان إنه أدخل التمريض. طبعاً الحمد لله توفقت، دخلت في معهد التمريض. أول ما دخلت في معهد التمريض هذه كان هني التحدي الثاني اللي بديت أنا ترى يعني أنا في طول فترة الدراسة الحمد لله ما كنت أحس بأي نوع من أنواع إنه أنا عندي إعاقة، لأنه كان في البيت الكل يعاملني معاملة جدا طبيعية، ما كأنه عندي إعاقة. لكن لما دخلت بعد كم أسبوع جاني العميد، يعني الله يذكره بالخير، وقال لي ماجدة ترى أنا جاني جاء يعني مثل ما تقولي إنه الناس من الوزارة، واستغربوا وتساءلوا ليش إن هذه يعني يعني في المعهد يمكن يعني عندها صعوبات ما تقدر إنها تكمل. فأنا أتذكر إن هذه الجملة اللي قلت لي إياها، إنزين يا أستاذي ليش ما تجربني؟ وبالفعل قال لي طيب خلينا نجربك، وجربني. أعطاني أصعب المهام لما بدينا، طبعا في الدراسة ما كان في إشكالية، لما بدينا التدريب أول تدريب كان في مستشفى خولة لمدة أسبوعين تقريبا أتذكر، أعطاني أصعب المهام إني أنا أسويها. بعد ما خلصنا طبعا ما انتظرت انه هو يناديني، فقلت خليني انا اللي اروح اساله. فاول ما دخلت مكتبه قلت له كيف استاذي، يعني كيف تشوف، هل تريدني اكمل؟ قال يا بنتي انا اقول لك جو اهيد. هذه الجمله اللي هو جو اهيد اللي يعني انا بالنسبه لي صارت في كل شيء جو اهيد، ما في شيء راح ان شاء الله راح يمنعني. طبعا بعد ما تخرجت الحمد لله رب العالمين، ووالدي كان جدا فخور يعني بوالدتي، ايضا كانت يعني لذلك أنا أقول دائما يعني الفضل إذا يرجع وين ما أنا الحين يرجع أولا يعني رب العالمين، ثانيا والدي والدتي. والدتي كانت طبعا إنسانة بسيطة جدا، فهي كان دورها الأكبر أن تعتني فينا وترعانا وكذا. لكن بالنسبة لي والدي هو الأيقونة اللي كان يدفعني أن دائما أتقدم ما أتراجع دائما. لما بديت العمل واجهت صعوبات أخرى، وكنت أسمع أنا لما كنت يعني أمارس عملي كنت أسمع في بعض الأقارب المرضى يقولوا طب كيف هذه كيف راح
تصير تعتني بالمريضة. لكن أنا كنت يعني كأني ما أسمع شيء. والحمد لله مر كم سنة وشفت إن أنا يعني ما فقدت هذا طموحي، أنا طموحي أكثر عن كذا. فبديت إني أبحث، لأني يعني لما تعينت إني أكون أعمل عمل أخصائية علاج وظيفي. وقتها ما كان في المستشفى اللي أشتغل فيها أي أخصائية في هالموضوع، فأنا أعطوني كل المهام اللي أنا أشتغل عليهم. فقمت أقرأ إيش هذا التخصص اللي أنا جالسة أمارسه بدون دراسة، يعني أنا تخصصت في التمريض لكن أمارس عمل ثاني يعني العلاج الوظيفي. فلما شفت إنه في تخصص ممكن أدرسها بكالوريوس بس ما موجود في عمان، موجود خارج عمان، قلت لا أنا أريد. طبعا رحت طرقت كل الأبواب، وايضا في البدايه كان يعني واجهت صعوبه اني اغير تخصص، يعني انا اوريدي درسوني في تخصص معين اجي اغير التخصص، فكان هذا شيء كبير. لكن مع اصراري استطعت اني احصل الموافقه وتم ابتعاثي ان اروح بريطانيا ودرست تخصص العلاج الوظيفي. فكانت بالنسبه لي هذه انطلاقه ثانيه، وايضا مليئه بالتحديات، مليئه بالتحديات اني انا تعودت اني اكون أخواتي موجودين، إحنا الحمد لله إحنا تقريباً يعني 13 أخ وأخت وأنا أكبرهم، لكن يعني كنت متعودة على جو إن الكل موجود حواليني. بس إني أبدأ رحلة جديدة في حياتي أكون يعني توتالي بروحي ما في أحد معي، هذا كان صراحة تحدي جديد بالنسبة لي. وأيضاً بديت يعني المجتمع يعني المشكلة مراتاً يعني مش من باب إن يعني سلبية، من باب إن يعني حرام ما تقدر مسكينة، أنا دائما أشوفها بهالطريقة يعني لما أشوف السلبية. ولأن هذا أصلا متأصل يعني بثقافتنا بديننا أن دائما يحبوا يساعدوا، بس مرات أن هذه المساعدة كثرتها شوية مؤذي، يعني مؤذي للنفس. فكنت أسمع يعني ليش ما تقدر وكذا، وكان يعني كان والدي يسمع كان دائما يقول لهم بنتي تقدر. طبعا 4 سنوات خلصتها والحمد لله، يعني واجهت بعض الصعوبات ورجعت وتوظفت في نفس المستشفى. ومن خلالها أيضا كان عندي الحمد لله يعني بعض الأعمال التطوعية، وكان يعني أحد الأيقونات اللي أيضا يعني في المجال التطوعي أنا أشوفها مختار الرواحي، وأنا أسمي أيضا الأب الروحي للإعاقة في السلطنة. هو اللي من الناس اللي يعني كانت في بدايات اللي طلعوا الإعاقة، حاولوا أن يعني يكون لهم بصمة في موضوع الإعاقة في السلطنة. فتعلمت منه كثير بصراحة في مجال التطوع، مجال الإعاقة. فكنت فترة أني عضوة في الجمعية العمانية للمعاقين، ويعني الحمد لله حاولنا أن نغير بعض الأشياء في حركة الإعاقة، وتعلمت منه كثير. بعدها طبعا انا شفت انه لا، انا يعني طموحي ايضا اكثر عن كذا، انه ما فقط يعني اريد اتوقف. فبديت مرحله اني اجاهد اني اريد يكون عندي شهادات اعلى، فطالبت اني اريد اروح ادرس التاهيل، الماجستير في التاهيل. والحمد لله ترى دائما اقول الانسان يسعى وبيحصل، سواء أنت كنت يعني معاقة عندك يعني من الأشخاص ذوي الإعاقة ولا ما عندك إعاقة، ترى هو الإنسان فقط إنه يطرق الأبواب. وأنا كانت هذه قاعدتي إنه أطرق الأبواب. فحاولت عدة محاولات إنه أحصل أيضاً بعثة دراسية، والحمد لله حصلت البعثة الدراسية. أيضاً رحت كملت الماجستير في مجال تأهيل، ومن رجعت أيضاً الحمد لله توفقت إني أكون رئيسة خدمات التأهيل في الوزارة. فطبعا هذا الشيء أيضا علمني أشياء كثيرة وخلاني أتعمق أيضا، لأن لما إذا نيجي نتكلم عن التأهيل فيها كثير من موضوع الإعاقة، سواء كانت إعاقة نفسية ولا كان سواء إعاقة حركية ولا غيرها من الإعاقات الأخرى فموجود فيها. فهذا أيضا يعني علمني أشياء كثيرة. فأنا أشوفها يعني حياتي كانت مراحل أو محطات، كل محطة كنت يعني كان فيها بعض التحديات طبعا وفيها يعني بعض الإنجازات، وكل مرحلة كنت أشوفها أنه انطلاقة جديدة بالنسبة لي. بعد كم سنة من خلص الماجستير واشتغلت وكذا صار عندي بروبوزل زواج،
وكنت يعني كثير رافضة الفكرة، مو لشيء، لأن كنت يعني كان في داخلي ما زال موضوع الهاجس، يعني أنا عندي إعاقة، خاصة يعني أن زوجي ما عنده مشكلة أي إشكالية، بس قال لي أنا بالنسبة لي ما أشوف الإعاقة، أنا أشوفك أنتي. بعد فترة يعني اقتنعت بالموضوع، فكانت بالنسبة لي هذه مرحلة أخرى وانطلاقة أخرى. فبعد الزواج بفترة لما حملت أول حمل، شفت نفسي أني أنا يعني أنا بالنسبة لي يعني ما قادرة أوفق بين العمل بين الأولاد، لأنه كان يعني يمكن نوعا ما يأخذ شوية مني مجهود، فقررت أني أطلع من العمل. وشفت نفسي أني خدمت 20 سنة، فقلت يكفي يعني أبدأ بداية ثانية. فبالنسبة لي أيضا إن يعني ترى الأسرة أيضا ترى عمل، يعني حاجة يعني المرأة تسويها إنجاز، يعني تربية الأولاد أيضا من أحد الإنجازات اللي يسوي. وأنا طبيعتي ما من الناس اللي يعني أحب أجلس، فغير عن موضوع الأسرة، فطبعا في أعمال أخرى بديت يعني مشاريع صغيرة بديت فيها، غير إن أيضا يعني أحد المرات جاني الأستاذ مختار قال لي إن أريدك تكوني أيضا في اللجنة البارالمبية، ففي فترة اشتغلت في اللجنة البارالمبية وتعلمت من هذه المرحلة أيضا يعني أشياء كثيرة، إني أحاول يعني أخدم هذه الفئة، ولما أخدم هذه الفئة يعني كأني أنا جالسة أخدم نفسي. ترى بعد أيقونة والدي أنا أشوف إن الأيقونة الثانية اللي كثير يعني ساعدني في حياتي زوجي، يعني حقيقة يعني كنت أشياء كثيرة، يعني أنا أشوف كنت نفسي جريئة جدا إني أسوي أي شيء اللي أنا في بالي، بس ما زلت لما يعني ارتبطت بزوجي شفت لاحظت إنه لا، في أشياء كثيرة هو اللي كان يشجعني، يعني من ضمن الأشياء الرياضات، كنت أحب أسوي رياضة، لكن يعني كنت أمارس سباحة وغيرها، لكن عمري ما مارست رياضة الغوص. قال لي خلينا نروح نغوص. أنا كيف يعني بإعاقتي أقدر أغوص؟ قال لي تقدري، بس نجربي وبتقدري. وبالفعل يعني خذيت شهادة غوص، والحين أقدر أغوص يعني أي وقت، يعني نفكر إن نروح نغوص نطلع غوص، غير هالرياضات الأخرى، يعني يعني كل الرياضات، يعني مثل ما يقولوا إنه هو المسك بيدي، يعني بعد والدي هو اللي مسك يدي إنه أنطلق إلى الأمام، وخلاني أيضا إنه يعني أنا نفسي ما أشوف إعاقتي، فأصبح الموضوع عندي بالفعل، يعني حتى مرات أنسى. وترى وهذا الشيء على فكرة إن الواحد لما يعني يكون عنده هذا السبيريت موجود، أيضا اللي حوالينك يصير عندهم ينسوا كثير من المرات، يعني يكون طالعين مثلا أنا وأنا صحباتي نطلع في درج طويل، أو سوري ماجدة والله نسينا، فأقول له بالعكس أنا ما أشوفه شيء يعني سلبي إن أنتوا نسيتوا، لا أنا أشوفها من جانب إيجابي، إن أنتوا ما تشوفوا إعاقتي، أنا تشوفوني كماجدة. فهذا كان يسعدني كثير، إنه يعني ما يشوفوا إنه يعني نطلع مكان يشوفوا إعاقتي، لا ما تقدر، لا ما نطلع معاها، ما أدري، لا بالعكس يعني. فدائما أنا أقول يعني سواء يعني الوحدة، يعني أكثر شيء المرأة، سواء كنت معاقة ولا من الأشخاص غير المعاقين، دائما يعني خلي يكون عندك الثقة، يعني لا تشوفي الأشياء النقاط الضعف، دائما كل مرأة عندها نقاط إيجابية أكثر ونقاط سلبية كلنا فينا، لكن إذا ركزنا على النقاط الإيجابية راح ننطلق أكثر. وسواء كانت يعني هذه المرأة يعني كانت عندها إعاقة ولا ما عندها إعاقة، أو كانت رجل أو يعني رجل ولا امرأة، فدائما يعني أنا دائما حتى مع أخواتي حتى مع أخواني أقول لهم يعني لا تشوفوا النقاط الضعف، دائما خلينا نشوف الأشياء الإيجابية، وراح نشوف إن حياتنا أبسط، حياتنا أسهل. فحاليا يعني بديت أوظف الدراسة اللي درستها، إنه حتى أقدم بعض المحاضرات أو الدورات، إنه ممكن إنه يساعد الناس الآخرين. مسجي راح يكون يعني أو الرسالة اللي أريد أوجهها للمرأة بشكل عام، يعني اتخذي قراراتك بنفسك، خذي الناس اللي حوالينك كدعم، سواء كان يعني والدك والدتك أهلك المقربين زوجك،
خذي الدعم بس اتخذي قرار اللي انت تريدي، سواء كنت تريدي مثلا اذا واحدة تريد تكون ربة بيت هذا خيار مطلق إلها، ويعني شيء ما يقلل من شأنها ابدا. اذا كانت تريد تشتغل يكون عندها دخل، هذا ايضا إلها مطلق الحرية. المرأة لازم تاخذ قراراتها بقناعة تامة. اما المرأة من الاشخاص ذوي الإعاقة كانوا يقولوا يعني believe on yourself، لازم تؤمني بنفسك، أنت إنسانة عادية ما فيك شيء، بس يمكن الله سبحانه وتعالى لحكمة ما أخذ حاجة معينة لكن أعطاك مزايا أخرى. وإذا نيجي نشوفها يعني أرجع وأوجه الكلام للمرأة اللي عندها إعاقة، شوفي حوالينك ما في أحد كامل، في أحد يعني جسدياً بتحصلي كامل عنده كل الأشياء، لكن في نقص من جانب من جوانب الحياة موجودة. فدائما أؤمني بقدراتك وأؤمني إن ما في شيء كامل، راح تحسي إن حياتك أبسط وراح تحسي إن تقدري تمارسي حياتك بشكل أفضل. ويمكن قد يكون مرات يعني هو هاي شيء طبيعي، أنا أشوفه إن أي إنسان لما يبدأ يحس بال 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 ببعض النقص اللي موجود عنده يصير عنده مثل نوع من الضبابية ما يشوف بشكل صحيح، لكن إذا شلتي هذا الشيء من أمام عينيك راح تحسي نفسك يعني تنطلقي وراح تبدعي في أي كان، سواء كانت تربية أولادك ولا كان في عملك ولا كان في مشروعك الخاص ولا كان في خدمة مجتمعية راح تقدميها راح تبدعي. فدائما أؤمني فقط بقدراتك اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها.